اوكي شباب شو لكم؟ طبعا هذا مقطع ما نهايه ما دخل الجيمنج، بس ثاني تعرفون عايش بالخارج، واللي عايش بالخارج يعني بصراحه ماكو شيء نهائيا اسمه فلافل عندنا يعني، فمحرومين من هذا الشيء. فسويت لكم فلافل الا تخبل وباعوه شلون بدعبله او حتى بالعب والعمو بيلاحقني. انت معلم واحنا منك نتعلم. يلا يكونوا بالمقطع. شوف الفلافل شلونها. الله عليك. اول شيء خلنا نذوقها. ها هو. بايو.